بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على تحسين حالنا وتخليص أنفسنا من براثن شياطين الإنس والجن، آمين يا رب الإنس والجن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. إيوه، شيء وكملوا بعد. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا، ما اكتفوش بك العرض هذاك أو رد الأيدي إلى الأفواه النتنة القبيحة الشرسة التي تعض عض مسموم، العياذ بالله، وعلى قاعدين يرشقوا فينا بالعض ما شاء الله في الصحف وفي التغريدات وكل شيء، كان احنا أشأم الناس وأخطر الناس، واحنا دائما تتركز فينا صفة الإرهاب. ولكن الحقيقة الإرهاب متأت عن إرهاب يوم اللي يخفي فيه ويعطي صورة عكسية. عندهم إرهاب اقتصادي، إرهاب إعلامي، هذا مش إرهاب، هذاك تفوق وهذاك مودرنيزم وهل مجرد. على كل حال، نفوت. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي رفضنا، أرجدت أون بلوك، إنا كفرنا بما أرسلتم به، حنا وصدقنا أرسلتم به ولكن كذبنا. كفرنا بما أرسلتم به، وإن أي يا سبة يا اللي تكذب علينا، جايينا من بلغة باش تفوق علينا وتنسيونا في تاريخنا وإرثنا والباتريمون، واضرب خلص. وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. كفرنا وإن لفي شك، والشك هذايا يعني لازم يكون في القمة، سيلو ماكسيموم. إن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الدوت هذا إلي أليكسا، إلي كما تقول أنت كيميل لا بيس ألوري ولا دون لوري. نسأل الله السلامة من هذه الفتن الظاهر منها وما ظهر.